رفاعية رقم 2 جرائد شاع على السيد أبو الهدى الصياد الرفاعي ونسب سادة الرفاعي بقلم النسابة سيد محمود سيد فاضل الرفاعي السامرائي، وقدم الألوان السيد موسى هاشم السامر الرفاعي وزير نائب شيخ الطريق الرفاعي الصوفي، وهذا السامرائي وهذا سيدي محمد أبو الهدى الصيادي شيخه محمد بهاء الدين على الخزام الردين الرفاعي الصيادي الرفاعي الثاني. وحطيت طلع هني لحظة أوريكم شنو طلع، اللهم صل على سيدنا محمد، طلع كتاب قديم، كتاب قاموس العاشقين في أخبار السيد حسين برهان الدين، تأليف العلامة الفاضل الولي الكامل سنات العارفين الأفاضل الشيخ عبد المنعم العاني الله يرحم عبد القادر العاني صديق الوالد، ثم الراوي نزيل دمشق بالشام عليه رحمة الملك العلام، انتهى من تأليفه عام 1183 يعني تقريبا قبل 250 سنة، طبع في بيروت بالمطبعة الأدبية سنة 1302، الله يعني قبل تقريبا 140 سنة إذا الخط صح. يقول وقال في صفحة 75 مؤلف من رجال الصيادي المحتلقين، نود أن نعلم الشيخ حياة نعلم حياة الشيخ المؤلف وما حوى الكتاب قاموس العاشقين في أخبار السيد حسين برهان الدين، ألفه العلامة الشيخ عبد المنعم العاني راوي زير دمشق الشام، ثم تم تأليفه 1183 وقد بدأ وهو ابن 20 سنة، بدأ به وابن 20 سنة كما جاء في صفحة 81 من الكتاب، ثم طبعه سنة 1302 ببيروت بالمطبعة الأدبية يعني لبنان، مما ذكر من المفهرسين ودلوا على وجوده في المكتبات. من المفهرسين ودلوا على وجوده في المكتبات فعن سيد اللي هو الكتاب قاموس العاشق اخبار السيد حسين برهان الدين من كتاب السيد ابو الهدى الصيادي مؤلفه استمر الوالد السيد يوسف الرفاعي في نسب ابو الهدى الصيادي والساده الرفاعيين، فهرس المؤلفين بالظاهريه هديه العارفين بغداد جيم 1 صفحه 630، فهرس الخيدوية جيم 5 103 على 104 إيضاح المكنون جيم 2 218، الإعلام للزركشي جيم 4 318، برج كلمن سين جيم 2 400، ولد بعانة عام 1093 هجري 1685 ميلادي 1685، ذكر أنه عبد المنعم بن محمد بن ظاهر العاني ثم الراوي، الله يرحم سيدي عبد القادر العاني وسيدي إبراهيم الراوي، سيدي شاكر الراوي، خاشع الراوي، عبد الصمد الراوي، سيف الراوي، صالح الراوي، صلاح أنت الراوي، رجب الراوي، عياد الراوي الله يوفق، يوفق بشاب الراوي، يوفق عبد الرزاق الراوي، وايد أصحاب الوالد، خاشع الراوي، شاكر، عبد الصمد، سيف، كلهم صوفيين. وهذا هو الكتاب كمخطوطة، سبحان الله، هذا وايد كتاب زين، قول ما شاء الله، هذا يعني كمخطوطة شو أسوي، هذا الفهرس الوالد كان كله يقول الفهرس يا ابني خالد، الفهرس مهم، وكان يقول المراجع، الله هاي المراجع الاسناد من الدين، يقول يعني لا اعطوا كل ذي حق حقه. هذا اللي صورني، ده مسكين، ده مسكين، هذا خليهم الى الجنة.